احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم اسعد الله مساءكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الحدث. سنناقش اليوم اخر مستجدات ما تحدث به السيد خالد العبيدي في مجلس النواب وردود الافعال، وسنناقش هذه المواضيع مع ضيفي النائب عن جبهه الاصلاح او عضو جبهه الاصلاح النائب الاستاذ احمد الجبوري. استاذ احمد مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا، تحيه لك ولضيفك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله. وايضا ارحب بضيفي الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه. دكتور يحيى مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا بك وبجمهور قناه سامراء وبضيفك الكريم. حياك الله. ابدا معك استاذ احمد، يعني انت رحت وياهم للاجتماع الدس العبيدي على جبهة الإصلاح قبل البرلمان أن يأتي للبرلمان بيوم، بصراحة شراد العبيدي أم أنت لم تحضر؟ بس أكيد أكون نقاشات داخل جبهة الإصلاح حول هذا الموضوع. لا، هو بالتأكيد يعني عرض هذا الموضوع بأن السيد العبيدي يريد أن يلتقي جبهة الإصلاح، فيعني قررنا أن يلتقي به بعض النواب، وأنا يعني لم أكن من الحاضرين، وجلسوا معه وتكلم بأنه يعني يريد أن يحول الاستجواب إلى استضافة، ولديه ادعاءات هي حقيقة ليست مفاجئة وليست غريبة على الوسط السياسي. لذلك جبهة الإصلاح يعني عقدت اجتماعا موسعا في اليوم التالي وقررت بأنها مع الاستجواب، لكنها أيضا تدعم السيد العبيدي في كشف ما لديه من أمور، وهذا الأمر أمر سياسي يعني طبيعي جدا. جبهة الإصلاح لم تتنازل عن إقالة رئاسة البرلمان، وبالتالي تجد هذا الأمر مهما لها ومناسبا لها، وربما سوف يخلق مناخا ملائما لإعادة يعني الأمر بإقالة رئاسة البرلمان. لذلك جبهة الإصلاح يعني استمعت للسيد العبيدي لكنها رفضت أن يحول الاستجواب إلى استضافة. طيب، لكن أنت أثناء جلسة يعني أنت دخلت إلى جلسة البرلمان تدري أن السيد العبيدي راح يفجر قنابل؟ لا، هو يعني ساد، شوف الأمر، السيد العبيدي يعني التقى بجميع الكتل لا سيما الشيعية والكردية، فقط السيد العبيدي لم يذهب إلى اتحاد القوى، ذهب إلى المجلس الأعلى، إلى الهيئة السياسية، إلى بدر، إلى التحالف الكردستاني، وجاء إلى جبهة الإصلاح، لكن يعني فقط اتحاد القوى لم يذهب إليهم السيد العبيدي. وواضح جدا السيد العبيدي حسبها بشكل واقعي بأن الكتلة الأضعف هي كتلة اتحاد القوى، ولما أثار الاتهامات بالتأكيد هذه الاتهامات ربما يوجد نواب آخرين وشخصيات سياسية أيضا، لكن السيد العبيدي أراد أن يختزل الاتهام باتحاد القوى التي تعتبر ممزقة وربما مهلهلة إلى حد ما. لذلك السيد العبيدي أراد أن ينجو من الاستجواب بتحويل الذهنية للشارع العراقي وللبرلمان العراقي من استجوابه على ملفات فيها فساد كبير، لا سيما الفقرة التي تتعلق بشموله بقرار المساءلة والعدالة والذي فيه تحريف وتزوير. لذلك السيد العبيدي يعني أراد أن يتحول من متهم في الاستجواب إلى مهاجم، وبدأ وعندما بدأ الجميع كان يعلم بأن السيد العبيدي سوف يبدأ بما فيهم السيد سليم الجبوري، الذي كان واضحا عندما نبه السيد العبيدي بأن ما كلما يثار في الجلسة بأنه مسجل، ولأن جلسة مجلس النواب هي وثيقة رسمية مؤرشفة تدون فيها جميع ما يقال من مداخلات، وتعتبر هي وثيقة رسمية لأن الجلسة هي باسم الشعب وهي جلسة رسمية. ولذلك كل مجلس النواب كان يعلم بأن السيد العبيدي سوف يوجه اتهامات إلى هؤلاء الأشخاص. يعني ما ذكره طيب، إذا الكل يعلم بما فيهم السيد سليم الجبوري أن السيد العبيدي سيهاجمهم، يعني ليش سيد سليم الجبوري، أو ما الذي منع سليم الجبوري أن يأجل جلسة الاستجواب؟ سؤال كما قيل سابقا أنه سؤال سليم الجبوري مهم. أجل كثيرا الاستجواب. الكل يعلم بأن جبهة الإصلاح عندما عادت إلى البرلمان في 12 تموز قدمت برنامج إصلاحي يتضمن فقرات كثيرة،
وألزمت رئاسة البرلمان بتطبيق هذه الفقرات من ضمنها تفعيل الاستجوابات. وعندما حدد السيد سليم الجبوري استجوابات وزير الدفاع والمالية والنقل في يوم 30 تموز أي قبل الاستجواب بيومين، عرض السيد سليم الجبوري موضوع تأجيل استجواب وزير الدفاع. قال هناك طلب مقدم من السيد وزير الدفاع يطلب التأجيل، لكننا كجبهة إصلاح وأنا شخصيا تكلمت عنهم بأننا نرفض هذا الأمر ويجب أن يثبت الموعد. وواضح جدا لحد يوم 30 لو أن الاستجواب تأجل أو يعني تأجل إلى فترة طويلة لما تكلم السيد العبيدي حول هذه الادعاءات. السيد العبيدي كان يريد أن يستخدم هذه الادعاءات كورقة ضغط على سليم الجبوري من أجل تأجيل الاستجواب، لكن سليم الجبوري وقع بين ضغط جبهة الإصلاح في عدم التماهي بهذا الموضوع، لأننا نحن قلنا بأننا أنتم مؤكدين أكو قضايا فساد على السيد العبيدي؟ نعم مؤكدين أن أكو قضايا فساد، ليش أصرتوا على استجواب العبيدي؟ لا هو يعني أولا الفساد تأشر في 13/2015 في الجلسة الأولى التي اعتبرت سرية، كان هناك فساد واضح وهدر للمال العام وعدم وجود جدوى فنية ومحاباة للشركات غير الرصينة. ولذلك حتى الملف الاستجواب الذي تقدمت به السيدة عالية الصيف كان يتضمن مخالفات إدارية واضحة، ولذلك السيد العبيدي أراد أن يحول هذا الموضوع إلى قضية رأي عام ويحول الاتهام وتجاوز على النواب. وللأسف بعض النواب تفاعلوا مع ادعاءات سيد العبيدي على حساب هيبة مجلس النواب، عندما قام بعض النواب بالتصفيق له وربما بالتشويش على المستجوب. لذلك يعني الأمر كان واضحا، السيد العبيدي كان يريد أن ينجو من الاستجواب وكان يحاول إلى حد اللحظة الأخيرة، لكن السيد سليم الجبوري كان لا يستطيع تأجيل الاستجواب لأن هناك ضغطا من جبهة الإصلاح حول تفعيل الاستجواب. جميل، سأعود لك دكتور يحيى. مرحبا بك. يعني وزير الدفاع هاجم فقط من التحالف أو اتحاد القوى لأنهم ضعيف كما قال الأستاذ أحمد الجبوري، ربما أكو ملفات فساد على باقي أو نواب من باقي الكتل، لأن ما قدر يهاجمهم، ممكن هم عندهم فصائل مسلحة، ممكن ينزموا للشارع للسيد خالد العبيدي، برأيك؟ يعني أعتقد لا يمكن تحليل ما جرى من خلال الوقوف على ما جرى في جلسة الاستجواب، يعني التي أسميها مجازا بالاستجواب، كان استعراضا أكثر مما هو استجواب، يعني كانت جلسة استعراض بسيناريو معد مسبقا وبأهداف معدة مسبقا، وبالتالي الكل يعني خضع لهذا السيناريو. ولكن ما يعنيني هنا أنه من الخطأ كما قلت الوقوف عند هذه الجلسة، يجب أن نأخذ السياق كاملة لأنه من دون السياق لن نستطيع أن نفهم مجريات الأمور. أولا كل السياسة العراقية هي سياسة صفقات، بمعنى هناك تواطؤ جماعي على الفساد داخل العراق، تواطؤ جماعي، وبالتالي الجميع شركاء في هذا الفساد، أما شركاء حقيقيون أو شركاء بالصمت لأسباب متعددة، هذه حقيقة أولى. وبالتالي لا يمكن أن نعتبر ما يعني قاله السيد العبيدي من اتهامات بأنها مفاجأة أو فضيحة، لا، الفضيحة الحقيقية هي في الكشف، بمعنى أنه السيد العبيدي أراد أن يخرج على التواطؤ الجماعي الذي هو شريك فيه ليتهم أطراف محددة، هذا أولا. الأمر الثاني، من يلاحظ يعني طبيعة الأسماء التي ذكرت سيكتشف أنه كان هناك استخدام سياسي لهذه الاتهامات، بمعنى كنا أمام اتهامات محددة تجاه طرف محدد اللي هو تحالف القوى، ولم يمس أي من الآخرين تهمة فساد، بمعنى حتى الاسمين اللذين ذكرا في الاستجواب اللي هي حنان الفتلاوي و يعني عالية الصيف، يعني النائبتين لم يذكرا في إطار فساد، يعني ورد اسم النائب حنان الفتلاوي عرضا في إطار اتهام النائب حيدر الملة، النائب السابق حيدر الملة، وبالتالي لا اتهام مباشر لها. أما بالنسبة للسيدة عالية الصيف، النائب عالية الصيف، فلم تتهم بقضية فساد، وإنما
يعني تحدث السيد العبيدي عن قضية التعيينات، وهذا يعني لا وجود لمادة قانونية تمنع هذا الأمر. يعني نعم بالنسبة لي قضية التعيينات أيضا جزء من مناخ الفساد داخل العراق، ولكن لا إمكانية لاتهام السيدة عالية نصيب بهذا الأمر، وبالتالي واضح أنه كان هناك استهداف لجهة محددة. هذا ما يجعلني أقول أننا لم نكن أمام اتهامات ساقها السيد خالد العبيدي لوحده، لا، كنا أمام سيناريو معد مسبقا، وكان للسيد العبيدي مشجعون داخل مجلس النواب، واستخدم السيد العبيدي أداة. بمعنى من استخدمه؟ من استخدمه دكتور؟ يعني أول أنا أعتقد يعني الاستخدام الرئيسي هو للفاعلين الرئيسيين في التحالف الوطني، لكن لاحقا أراد السيد أسامة النجيفي أن يستخدم أيضا ما قاله يعني خالد العبيدي كأداة لرد الضربة لسليم الجبوري على ضربته الأولى بإخراج السيد أسامة النجيفي من معادلة رئاسة مجلس النواب. بمعنى أنا أعتقد أنه السيد خالد العبيدي استخدم كأداة من قبل فاعلين أساسيين داخل التحالف الوطني، ولم تكن هناك أي يعني إرادة لدى بعض الأطراف داخل التحالف القوى لهذا الأمر. ولكن لاحقا سيد أسامة النجيفي أراد استخدام ما قيل كأداة لضرب سليم الجبوري، والدليل على هذا أنه من يتابع الأسماء التي ذكرت سيكتشف أن السيد خالد العبيدي يعني اتهم أيضا أحد حلفاء السيد أسامة النجيفي الرئيسيين اللي هو النائب طالب المعماري، يعني اللي هو من كتلة متحدون وقريب مقرب جدا من السيد أسامة النجيفي، ولو مقرب من خالد العبيدي، يعني طالب المعماري يومي عند خالد العبيدي. نعم نعم فيما سبق، لأنه حسب ما أعرف أنه صار خلاف بيناتهم، ولكن ما يعنيني هنا أنه لو كان السيد أسامة النجيفي طرفا مسبقا في السيناريو لما ورد اسم السيد طالب المعماري. بالنهاية نحن أمام استعراض، أمام شو. المشكلة هنا أنه تم استقبال هذا الشو بشكل يوضح إشكالية النظام السياسي داخل العراق، بمعنى الجمهور الذي صفق طويلا للسيد العبيدي بناء على ردود فعل عاطفية لم يعي أن ما جرى كان مجرد سيناريو، مجرد شو استعراض لغرض التهرب من الاتهامات المباشرة بالفساد. طيب بس السؤال، يعني تعتقد هو استهدف هؤلاء لأنه ربما ما يقدر على الباقين؟ لا لا لا، كما قلت نحن أنا أتحدث عن سيناريو معد مسبقا، وبالتالي هو لن يستطيع أن يتهم أطراف أخرى لأنه يريد أن يستهدف طرفا وحيدا. صحيح أنه هذا الطرف الأضعف، ولكن أيضا لدينا مقدمات هنا. نحن نعرف أن السيد خالد العبيدي كان مرشح تحالف القوى لمنصب وزير الدفاع، ونحن نعرف أيضا أنه منصب وزير الدفاع على الأقل خلال الدورات الثلاثة الأخيرة، يعني بدءا بالسيد خالد العبيدي إلى سعدون الدليمي إلى خالد العبيدي، كانت لقل بوضوح الكتل السنية ترشح وزيرا للدفاع سرعان ما ينقلب عليها ويصطف إلى جانب الآخرين. السيد عبد القادر العبيدي في نهاية الأمر يعني دخل في انتخابات عام 2010 مع دولة القانون، وسعدون العبيدي كان حليفا مقربا من السيد المالكي، واليوم السيد خالد العبيدي غير محسوب على تحالف القوة، هو محسوب أكثر على التحالف الوطني. جميل. لهذا نحن في إطار هذا الصراع السياسي. جميل، سأعود لك أستاذ أحمد. أنا شفتك أنت عصبي بجلسة البرلمان، طلعت يمكن مال العبيدي؟ أي إطلاقا. ليش؟ لا تحولت، ما طلع تاني. أنا كنت يعني مستاء من تجاوز السيد العبيدي على النواب، يعني كان يتكلم بلغة الجم وتكلم بكلمات نابية، وهذه يعني التجاوز على المؤسسة التشريعية هي تجاوز على الدولة وعلى الشعب، وبالتالي يعني هذا الأمر لا يصح. نعم ربما يعني بعد هذا اللي صار بمجلس النواب بصراحة، والسيد العبيدي تلفظ بألفاظ يعني ما أعتقد أنت عسكري يعني حتى بالنظام العسكرية، لكن بقت هيبة للسلطة التشريعية بعد ما سوى سيد العبيدي داخل البرلمان؟ لا لا، شوف يعني أستاذ فيصل، أولا الموضوع علينا أن ننظر إليه بيعني جانب سياسي وجانب قضائي. السيد العبيدي واضح جدا، وأنا أتفق مع ما تفضل به السيد يحيى الكوبيسي، الأمر واضح،
عندما عرض السيد خالد العبيدي خدماته لاتهام سليم الجبوري والكربولي والمعماري وتجار اثنان، وأيضا استهدف عرضا شخصيتين مستقليات يعني لا تملكان دعما شيعيا، وهي كل من النائب حنان فتلاوي وعلي نصيف. هذا الأمر فتح الشهية لهذه الكتل من جانب، وأيضا السيد العبيدي كان يتضمن في يعني تلويح بالتهديد لفضح الآخرين. كانت هناك نواب من كتل يؤازرون السيد العبيدي، ليس لأنه ما يقول صحيح، ولكن حتى لا يذهب إلى أبعد من ذلك ويستمر بذكر الأسماء داخل جلسة البرلمان التي هي مفتوحة للإعلام والرأي العام، والكلام داخل قبة البرلمان هو كلام مختلف. نعم السيد العبيدي تكلم عن الفساد وكأنما يتكلم يعني في جزئية قطرة من بحر، ليس فقط هؤلاء هم الذين ربما إن صحت ادعاءاته هم الذين طلبوا منه عقود. نحن نعلم جيدا بأن وزارة الدفاع هي من أكبر الميزانيات ولديها عقود كبيرة، وهناك عقود عليها إشكاليات كبيرة، لكن السيد العبيدي أراد أن ينأى بنفسه ويحاول أن يربح الكتلة الشيعية الأكبر، وهي التي تمتلك أكبر الأعداد، ولذلك لم يقم بذكر أي من النواب الذين جاءوه إلى عقود. طبعا هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أؤكده، لكن عدم إثبات الشيء لا يعني النفي. ليس من المعقول أن لا يذهب إلى السيد العبيدي، وليس من المعقول أن جميع العقود أبرمت بشكل مهني وحيادي وشفاف. يعني ما الذي يرى أو يستعرض جلسة الاستجوابين في 13 وفي 1/8 يعني بدون أي شك يرى بأن هناك محاباة، وأن أجوبة السيد العبيدي ليست مقنعة، والكلام واضح جدا. ونحن سربت إلينا يعني قسم من الشهود الذين ذكرت أسماءهم في الاستجواب تكلموا بشكل واضح بأنهم كانوا يتعاملون مع السيد العبيدي، ويعني لجنة الأمن والدفاع قامت بتدوين إفاداتهم بشكل رسمي. لكن عندما استعرض السيد العبيدي هؤلاء الأشخاص في معرض السؤال في الاستجواب، قال هؤلاء أنا أعرفهم ولدي علاقة معهم، ونعم عرضوا علي مبالغ من المال لكنني لم أخذها، وكانوا يأتون يوميا إلى الوزارة ويطلبون مقاولات وعقود. السؤال هنا، أنت وزير دفاع ما حد يقدر يشوفك إذا ما أنت تسمح، لذلك دخل في تناقضات كبيرة. المسألة المهمة أستاذ فيصل، أبو قيس أبو أستاذ مقداد، نعم أستاذ مقداد عفوا، السيد العبيدي كان يخشى من فقرة المساءلة والعدالة. كما تعلم أظهرت وثيقة بأن السيد خالد العبيدي مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وعندما تقدم إلى انتخابات 2014 تم ترتيب صفقة مع هيئة المساءلة والعدالة، وتم تزويد وثيقة إلى مفوضية الانتخابات تنص على أن السيد خالد متعب ياسين حسين، بينما هو الاسم الرباعي له حسن، وهذا هو تحريف وجه أنت مطلع على هذا الموضوع شخصيا؟ نعم مطلع، أنا مطلع قبل الاستجواب، أنا بنفسي قدمت أوراق إلى السيد العبادي، قلت له هذا الشخص مشمول بالمساءلة والعدالة، فلا يجوز الكيل بمكيالين. اليوم احنا إما نتعامل مع الجميع بمسافة واحدة وبمسطرة، لذلك السيد العبيدي لم يقر في إجابته على هذا السؤال بأنه غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة. الكل يعلم، وجوز الأخ يحيى الكويسي أيدني، أكو استمارة توقع في الانتخابات للمرشحين يؤيد فيها المرشح للانتخابات بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ويتحمل كافة التبعات القانونية في حالة حصول ذلك. لما تخرج وثيقة وفيها الاسم الرباعي للسيد خالد العبيدي مزور من حسن إلى حسين، وطبعا الجهة المستفيدة أكيد في وفق القضاء العراقي وفق القانون هي التي يجب أن تحاسب، إضافة إلى الجهة التي قامت بالتزوير. لذلك الاستجواب كشف عن حالة،
بأن الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة كانت متواطئة، وربما هذه حالة من آلاف الحالات التي حصلت في الانتخابات. الاستجواب كان يتضمن أخ مقداد يعني ملفات خطيرة جدا، تم استعراض وثيقة واحدة تنص على أن جميع العقود قد أعطيت بأسلوب الدعوة المباشرة. مثلا بول الصينية زودت وزارة الدفاع بأعتداء خفيفة وزودتها بالدبابات. ليس من المعقول شركة، وهي طبعا شركة غير رصينة، تقوم بتزويد العراق بطلقات خفيف، طلق يعني عتاد خفيف ودبابات 59. أكيد هذه الشركة هي وسيطة. شركة السردار اللي هي جت باسم عنوان المركبات التجارية، زودت قيادة عمليات بغداد 200 بيكم لاند جروز 70 اللي هي هاي الحوثي، وطبعا بيها فساد كبير. وواضح جدا سردار كان ايضا متهم بتزويد عصابات داعش بسيارات البيكم التويوتا العذاري. يعني ولذلك السيد العبيدي اراد ان يهرب من الاستجواب، وكان يحاول ان يضغط على السيد سليم الجبوري من انه سوف يقوم بالفضح. سليم الجبوري الى حد ما استجوب، بدليل يعني استجاب للسيد خالد العبيدي عندما عرض موضوع التأجيل في يوم السبت، أي يعني قبل الاستجواب بيومين، لكن رفضنا، وأنا تحديدا رفضت لأنني أريد أن يمضي الاستجواب أولا، وليعلم الشعب العراقي كيف تدار الأمور ومن هم المستشارين. يعني اليوم احنا بعد الذي جرى لنا ولأهلنا من تشريد وإذلال لا يمكن السكوت على الفاسدين. ولذلك أنا أعتقد أن الجانب القضائي سيكون له رأيه ولا نتدخل به، لكن الجانب السياسي أن سليم الجبوري سوف يقال، وكذلك السيد العبيدي. جميل، سأعود لك دكتور يحيى. مرجع ديني، المرجع الديني محمد تقي المدرسي، يعني حذر من أن دول تنفذ مؤامرات لتمزيق المكون السني، ويمكن اللي صار يقصد إلى السيد سليم الجبوري هي إحدى المؤامرات. برأيك صحيح هذا التصريح؟ لا بالتأكيد، يعني المشكلة السنية هي جزء من مشكلة العراق ككل، يعني وبالتالي يعني قضية المؤامرات هي قضية ثانوية بالنسبة إلى المشكلة الرئيسية. المشكلة الأساسية هي في طبيعة الانقسام السني، المشكلة الأساسية في تدخل الدولة في فرض يعني الممثلين السنة عبر التزوير، عبر المال السياسي. يعني هذا موضوع معقد طويل، ولكن ما يعنيني هنا وما قاله الأستاذ أحمد قبل قليل، يعني عندما تحدث عن أن السياسة العراقية كلها قائمة على أساس الفساد، أنا كنت أتحدث بكلام واقعي، يعني أنا كنت أصف ما يجري. يعني لاحظ مجموعات الصفقات التي يمكن تشخيصها فيما جرى. تحدث الأستاذ أحمد عن قضية المساءلة والعدالة. الجميع يعلم أن ورقة المساءلة والعدالة دائما كانت ما كانت تستخدم في إطار الصفقات، وبالتالي تم إعفاء العشرات من المشمولين بالمساءلة والعدالة، وسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات، بأن يكونوا وزراء، بأن يكونوا يعني درجات خاصة داخل الدولة بتواطؤ جماعي. يعني المستجوب الأستاذ خالد العبيدي كما يشير الأستاذ أحمد كان مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة، ومستجوبته أيضا السيدة عالية الصيف الجميع يعرف أنها كانت مشمولة بإجراء المساءلة والعدالة وتم إخراجها بصفقة في عام 2010. ما يعنيني هنا أن كل إجراءات المساءلة والعدالة تجري في إطار الصفقات. هذا أولا. يعني اللي يريدون يطمطبوا له، واللي ما يريدون يطلعوا له حتى لو ما عليش. بالتأكيد، يعني هذه حقيقة الجميع يعترف بها. نأتي إلى الصفقة الثانية، وهنا القضاء هو جزء من هذه الصفقة. بمعنى القضاء، إذا ما ذهبنا إلى قضية المساءلة والعدالة سنكتشف أن الهيئة التمييزية داخل المساءلة والعدالة كانت دائما أيضا هيئة مسيسة تقوم بتصحيح ما تخطئ به المفوضية. يعني وبالتالي هذه الهيئة القضائية أعادت الكثيرين من المشمولين بالمساءلة والعدالة، أو أخرجت من هم غير مشمولين بذلك بناء على صفقات سياسية. أعطيك مثال آخر، وهو ما تبع جلسة الاستعراض وليست جلسة الاستجواب. لاحظ يعني المدعي العام، يعني هيئة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، هذه الهيئة يعني في سبات منذ عام 2003، يعني منذ أن
أنشئ المجلس الأعلى للقضاء في عام 2003 وكان فيه هيئة اسمها هيئة الادعاء العام. هذه الهيئة كانت في سبات مطلق، لم تستيقظ هذه هيئة الادعاء العام إلا في مرتين. المرة الأولى في جنازة قاسم سويدان، عندما يعني صرح أحد الأشخاص بأنه يعني كان له دور في عمليات عمليات الحرب الأهلية في عام 2006، في حينها تحرك المدعي العام لأول مرة ثم عاد إلى سباته ليستيقظ مرة أخرى بعد الاستعراض ليقرر منع الذين وردت أسماؤهم من السفر. يعني لاحظوا الاستخدام السياسي للقضاء. أعطيك مثال آخر على تسييس القضاء. مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيقية، هذه الهيئة أيضا قررت منع الذين وردت أسماؤهم من السفر، واعتبر هذا الإجراء إجراء احترازي في مخالفة صريحة للمادة 103 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه لا يجوز استخدام الإجراءات الاحترازية إلا في حال ثبوت الجريمة. لاحظ، في حال ثبوت الجريمة، ونحن أمام جريمة لم تثبت بعد، بمعنى حتى مجلس القضاء هو طرف في هذا الاستعراض. ما أريد أن أقول هنا أنه قضية الفساد في العراق ليست قضية أفراد، بمعنى إذا كان التعريف الدولي يعني التعريف العالمي التعريف الأكاديمي للفساد بأنه فساد الأفراد فيما يتعلق بالمال العام، هذا الفساد هذا التعريف لا ينطبق على العراق. في العراق هناك دولة قائمة على الفساد، هناك نظام سياسي قائم على الفساد، وبالتالي الكل شريك في هذا الفساد، الكل متواطئ على هذا الفساد. وبالتالي ما يذكره الأستاذ أحمد من صفقات فساد داخل وزارة الدفاع هذا معلوم للجميع. يعني هيئة النزاهة كانت تصدر تقارير سنوية تقول فيها أنه أكبر جهتين فاسدتين أو فيها فساد هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هذه حقيقة مثبتة بتقارير رسمية. وبالتالي محاولة إلصاق الإدعاءات بثلاث أو أربع أشخاص للتغطية على الفساد داخل وزارة الدفاع مع تصفيق الآخرين، مع تصريح السيد العبادي بأنه محاولة استجواب خالد العبيدي هو استهداف سياسي، هذا يعني أن السيد العبادي هو جزء من السيناريو، أن السيد العبادي هو جزء من هذا الاستعراض. المشكلة هنا أنه لا أحد في العراق قادر على الوقوف بوجه الفساد، الفساد بنية متكاملة داخل العراق، وبالتالي الكل يستخدم الفساد كأداة لتصفية الحسابات السياسية. هذا هو الفرق. يعني هناك فرق بين إجراءات لمكافحة الفساد وبين إجراءات استخدام الفساد كأداة لتصفية حسابات سياسية، وما جرى في مجلس النواب كان استخدام الفساد كأداة لتصفية حسابات سياسية. جميل، سأعود لك دكتور. يقول جلسة استعراض، تأيد بهذا المصطلح؟ نعم، استعراض، وكان واضح جدا بأن السيد العبيدي أراد أن يستعرض، والكل يعلم بأن الشعب يعني يبرز عضلات، لكن كيف شوف الشارع العراقي شلون احنا نثبت اليوم للشارع العراقي أن وزارة الدفاع بها فساد وتزوير وإلى آخره، واليوم الشارع العراقي كلها علي وياك علي بالكاظمية. هو مش شارع تحرك، الفيسبوك تحرك، ونعرف بأن معظم السياسيين و لما يمتلكون من نفوذ وأموال هم قادرين على يعني تشكيل جيوش إلكترونية واضحة جدا، لكن هذه الفورة سرعان ما تخافتت مع ظهور جلسة الاستجواب السرية التي أمر السيد سليم الجبوري برفع الستار عنها وحظرها، وبثت من خلال قنوات كثيرة، وظهر جليا بأن السيد العبيدي لم يكن قادرا على الإجابة على الأسئلة التي فيها شبهات فساد كبيرة. لذلك أنا أعتقد أن يعني الشارع هو دائما ينظر إلى الأمور السطحية لكن لا ينظر إلى التفاصيل. اليوم واضح جدا هناك جانبين قضائي وسياسي، الجانب السياسي واضح جدا هو في موضوع إقالة سليم والعبيدي، والجانب الآخر هو الآن هناك تحقيق قضائي، واليوم نعلم بأن من تتوقع سينتصر في التحقيق القضائي؟ لن ينتصر أحد، يعني لن ينتصر أحد.
أنا أتكلم من وجهة نظر قضائية أستاذ مقداد. أولاً يعني إثبات الفساد صعب جداً، ويعني القضاء العراقي يحتاج إلى شهود إثبات وإلى دلائل وإلى موال وإلى أشياء مادية، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر سيكون في النهاية، ولا أريد أن أستبق قرار القضاء، بأنه لن يحكم بالإدانة على من تم اتهامهم بعنوان لعدم كفاية الأدلة. لكن أيضا أنا أعتقد سياسيا بأن مجلس النواب عليه أن يتعامل مع الملفين بمعزل. أولا السيد سليم الجبوري يعني طالبت جبهة الإصلاح، وهي تعتبر ثلث البرلمان، وربما يعني منذ 3 أشهر. هذا الأمر واضح جدا ولم تتنازل عن هذا الطلب. أما موضوع السيد العبيدي فهناك استجواب كان يظهر بشكل واضح بأن هناك مخالفات، وكذلك الاستجواب الذي ظهر والذي كان سريا أيضا ظهر للشارع وللرأي العام بأن هناك فساد واضح في وزارة الدفاع. ولذلك أنا أعتقد أن ربما سيكون هناك تراتبية في المشهد السياسي، وأعتقد أن مجلس النواب سيمضي إلى إقالة سليم الجبوري وبعدها يذهب إلى إقالة السيد العبيدي. جميل، لكن أكو أحد من جبهة الإصلاح اسمه جاوية ملفات العبيدي؟ يعني أولا جبهة الإصلاح محور برلماني تنسيقي، وهي ليس كتلة سياسية أو حزبية، وبالتالي كل ما يصدر عن أي نائب هو يمثل نفسه. لكن السيد العبيدي لم يتطرق إلى أي من أعضاء جبهة الإصلاح، وأنا لا أزكي أحدا، لكن واضح جدا وكما تفضل السيد الكبيسي، السيد العبيدي اختار وكان انتقائيا في اختيار من يوجه لهم الاتهامات، لأن السيد العبيدي يحتاج إلى وقوف الكتلة الأكبر إلى جانبه. ولذلك جبهة الإصلاح ربما 70% من نوابها هم من التحالف الوطني، ولذلك طبيعي جدا هو لم يقدم. نعم ربما الدكتورة حنان والسيدة عالية نصيف وإن كانت محسوبتا على التحالف الوطني وعلى جبهة الإصلاح، لكنهما لا ينتميان إلى أحزاب، يعني شخصيات مستقلة، ولذلك عندما وأيضا لا يوجد لديهن قبول داخل التحالف الوطني، ولذلك عندما يعني أراد أن يأتي باسمهما السيد العبيدي سواء من خلال عرض هذا الأمر، كما تعلم الشعب العراقي لا يفكر كثيرا بالتصريح، وإنما يذهب إلى الشيء العام عندما ذكرت حنان وذكرت عالية وتناقلتها الأخبار، وربما قام بعض النواب بالصياح بأن الدكتورة حنان والسيدة عالية. واضح جدا. جميل، هناك تنافس. لذلك أستاذ مقداد الأيام القليلة المقبلة ستكشف حقائق كثيرة، وأنا هنا أريد أن أؤكد بأن مجلس النواب قد ولد من جديد، لأن لا مجال اليوم بتغطية الصفقات والفساد، واليوم أصبح كشف هذه المسائل هي من المسلمات. نعم ربما البرلمان عندما انتفض في نيسان الماضي ضد المحاصصة، لأننا نعلم أن نتاج هذه المحاصصة هي هذه المسرحيات التي ظهرت في جميل. الأول من آب. جميل. دكتور يحيى، يعني جبهة الإصلاح تستطيع إقالة سليم الجبوري برأيك؟ يعني بالنسبة للدكتور سليم الجبوري ليس فقط جبهة الإصلاح هي يعني العدو الرئيسي، يعني أعتقد أنه أعداء الدكتور سليم الجبوري داخل تحالف القوى ربما هم أشد عليه من كتلة الإصلاح أو من جبهة الإصلاح. يعني هناك محاولة لوراثة منصب رئاسة مجلس النواب، وهناك كثر يتنافسون على هذا حتى وإن ظهروا مع الأستاذ سليم الجبوري في الاجتماعات الأخيرة. يعني هنا نحن أمام، يعني من اللي يريد يورثه دكتور؟ كثيرون ممن هم قريبون منه، ولو تسأل الأستاذ من سليم أو أعداء سليم. لا يعني شوف لاحظ، يعني أولا عندما نتحدث عن تحالف القوى نحن نتحدث أيضا عن تجمع مصالح أكثر مما هو تجمع على رؤية سياسية محددة، وبالتالي هناك تنافس كثير. يعني متجمع على مود السنة لا ليس هناك والطائفة ليس هناك هدف شركة سياسي مساهمة
ليس هناك هدف سياسي وراء هذا التجمع. هذا التجمع أول ما نشأ لضرب أسامة النجيفي، يعني من يتذكر ما جرى بعد انتخابات 2014 سيعرف أن تحالف القوى جاء لضرب أسامة النجيفي، وكان هناك يعني نوع من التواطؤ مع السيد المالكي للقبول بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب في مقابل الولاية الثالثة للسيد المالكي. يعني كانت هناك صفقات وراء نشأة أو تشكيل تحالف القوى، وبالتالي ظل هذا التحالف تحالفا هشا، تحالفا هزيلا، تحالفا يعني يضم أعداء أكثر ما هو يضم أناس منسجمين. لهذا أقول أن أعداء سليم داخل تحالف القوى هم أشد عليه من جبهة الإصلاح ومن غيرها. ولكن ما أريد أن أقول أيضا هنا أنه لا، ربما سأختلف مع السيد النائب أحمد الجبوري فيما يتعلق بخالد العبيدي. لن يزاح خالد العبيدي من موقعه، يعني السيناريو الذي أنتج داخل مجلس النواب كان هدفه الرئيسي الإبقاء على خالد العبيدي وزيرا للدفاع لأسباب تتعلق بطبيعة الصراع السياسي داخل العراق، بطبيعة يعني التدجين الذي تمارسه الفعاليات السياسية داخل التحالف الوطني على وزراء الدفاع المتعاقبين وما إلى ذلك. وبالتالي أجزم لك أن السيد خالد العبيدي سيبقى في مكانه. ولكن بما يتعلق بالدكتور سليم، لا، أنا أعتقد هناك جبهة واسعة تريد التخلص من الدكتور سليم الجبوري بما فيها أطراف داخل التحالف، داخل اتحاد القوى. ولكن المشكلة الأساسية هي في قضية البديل، يعني هناك إشكاليات متعددة يعني لعدم وجود بديل يعني مقبول، يعني مقبول في الشارع، مقبول سياسيا، مقبول للدول الإقليمية، مقبول للولايات المتحدة. الولايات المتحدة حريصة على إبقاء هذا الهدوء الهش، الاستقرار الهش داخل العراق، وتعرف جيدا أن تغيير أي من الرئاسات الثلاث ممكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية قد تعيق العمليات العسكرية. لهذا أنا أعتقد الولايات المتحدة ستضغط باتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد هذا هو السيناريو الأقرب. جميل. من يعني صعب ما يروح خالد العبيدي. أشكرك دكتور يحيى. يعني هذا الأمر ربما يعني يحدده قناعات أعضاء مجلس النواب. كما تعلم أن أنتوا جبهة الإصلاح مقتنعين بخالد العبيدي؟ لا، إحنا في جبهة الإصلاح حقيقة إذا ما كانت هناك عرض القناعة فإننا سنصوت ضد القناعة، ضد قناعتنا ربما بعض النواب في جبهة الإصلاح. هذا الأمر ليس قرار في الجبهة. نحن في الجبهة نعتمد على حرية الآراء، وبالتالي لكل نائب توجهه. لكن نحن قلنا بأن الأجوبة والأسئلة سوف تعرض، وكل واحد يحكم ضميره في القناعة من عدمها. لكنني أنا أتكلم شخصيا، وربما يوافقني الكثيرين في جبهة الإصلاح بأننا سوف نصوت لعدم القناعة بأجوبتنا في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أنا طبعا لم أكن حاضرا للجلسة السرية التي جرت في يعني العام الماضي في شهر العاشر، لكن بالتأكيد واضح جدا. أما فيما يتعلق بمن هو البديل، يعني أنا أعتقد أن هناك نواب كثيرين في اتحاد القوى وهم قادرين على أن يشغلوا منصب رئيس البرلمان. يعني رئيس البرلمان ولا رئيس البرلمان الوزراء هو ما يحتاج مميزات ومواصفات خاصة. يعني قبل 2014 وبعد انتهاء الانتخابات لم يكن أحد يتصور بأن السيد سليم الجبوري سيكون رئيسا للبرلمان أو السيد العبادي رئيسا للوزراء. لكن عندما أصبح السيد العبادي وسليم الجبوري أصبحوا أمر واقع، ولذلك ليس صعب جدا. وأعتقد أن هناك شخصيات كثيرة الآن بدأت يعني تنظر لنفسها أو ينظر لها بأنها سوف تشغل منصب سليم الجبوري. جميل. دكتور يحيى، يعني ست حنان فتلاوي، في الدكتورة حنان في تصريح لها قالت هسه لازم التحالف الوطني يحطون تمثال الخالد العبيدي، لأن طلع السنة فاسدين وطلع السياسيين الشيعة هم أنزه شيء. شنو رأيك تصريحها؟ لا أعتقد هذا يعني الموضوع يعني أكثر تعقيدا من هذا التبسيط. يعني هذا تبسيط. أنا أعتقد القضية مرتبطة بطبيعة الصراع داخل يعني طبيعة الصراع السياسي داخل العراق، هذا أولا، مرتبط بقدرة الفاعلين السياسيين المهيمنين على المشهد السياسي في
في استقطاب يعني من يريدون من الجانب الآخر. يعني السيد خالد العبيدي استخدم كأداة من قبل الفاعلين السياسيين داخل التحالف الوطني زين لأداء دور معين، في حين هو كان مرشح يعني اتحاد القوى، وبالتالي كان يجب أن يمثل مصالح اتحاد القوى، ولكنه منذ اللحظة الأولى تخلى عن هذه المصالح. حتى مواقفه السياسية، لو تراجع مواقفه السياسية ستكتشف أن مواقفه السياسية كانت دائما على النقيض من كل بيانات يعني اتحاد القوى، يعني تحديدا فيما يتعلق ربما بقضية الموصل وقضية مشاركة الميليشيات في معركة الموصل يعني. وأنا أعتقد هذه القضية ليست بعيدة عن مقدمات يعني الاستعراض الذي حصل. نحن نعرف جميعا أنه الدكتور سليم الجبوري كان مرضيا عنه إلى حد بعيد، إلى حين نشره المقالة الشهيرة في نيويورك تايمز التي كانت بعنوان Keep the Militia Away from Mosul، يعني ابقوا الميليشيات بعيدا عن الموصل. أعتقد هذه هي التي شكلت يعني نقطة التحول بالنسبة للموقف التحالف الوطني من الدكتور سليم الجبوري قبل أن يحدث الانقلاب داخل اتحاد القوى. يعني هسه التحالف الوطني قلب على سليم الجبوري فقط لأنه قال أبعد الميليشيات عن الموصل؟ لا لا، أنا أتحدث عن المقدمات. نعم. هذه واحدة من المقدمات. نعم. يعني الأمر الثاني المهم هنا أنه كانت الدولة يعني من خلال الفاعلين السياسيين دائما قادرة على يعني لأقول تفكيك الجبهات المقابلة، يعني استطاعوا تفكيك جبهة التوافق. يعني من يراجع على سبيل المثال الأداء السياسي لجبهة التوافق بين عامي 2005 و 2010 سيكتشف أننا كنا أمام جبهة التوافق بأداء معين بين عامي 2005 و 2007، ثم انقلب هذا الأداء بين عامي 2007 و 2010. من يراجع أداء العراقية وتدخل هؤلاء الفاعلين في إحداث الانقسامات داخل العراقية، في تفكيك العراقية، واليوم في تفكيك اتحاد القوى، بمعنى دائما كان هناك فاعل سياسي لديه أهداف سياسية بغرض تفكيك الجبهة المقابلة، تشتيت الجبهة المقابلة. وأعتقد أنه هذه الأداة تستخدم اليوم لتفكيك هذا الاتحاد القوى أكثر مما هو مفكك، وبالتالي شفنا التناقضات التي حدثت بعد الاستجواب يعني أو بعد الاستعراض. جميل يعني جميل، تحديدا فيما يتعلق بموقف الأستاذ أسامة النجيفي. يعني نعم. يعني الأستاذ أسامة النجيفي سارع إلى مديح ما قام به خالد العبيدي، ليس يعني لأنه كان راضيا بهذا الاستعراض، وإنما لأنه اعتقد أنه يمكن أن تستخدم أداة لرد الضربة لسليم الجبوري. ساعدك أستاذ أحمد، كل ما يجيبون التحالف السنة، كل ما يجيبون وزير الدفاع يقرب عليهم ويصير ويا الجهة المقابلة ويصير وزير. هسه وزير الدفاع الموجود هو وزير التحالف الوطني مو وزير الاتحاد القوى. شو يعني السبب بدقيقة؟ نعم، أولا يعني أتحفظ على كلمة ميليشيا بوصف الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الآن هي مؤسسة حكومية، وجميعنا لدينا يعني هذه القوات حتى في عشائر محافظة نينوى، ولذلك أنا أرفض هذا الوصف. أما موضوع السؤال الجنابك اللي تفضلت به وهو ما يتعلق بموضوع خالد العبيدي أم موضوع سليم الجبوري؟ خالد العبيدي يعني شو بيخالد؟ يعني كل ما يجيبون اتحاد أو السنة، كل ما يجيبون وزير يصير وزير للطرف المقابل. لا لا، اسمح لي، وزير الدفاع هي منصب مهم ويجب أن يمارس صلاحياته بشكل كامل، لكن جميع الوزراء الذين جاءوا إلى وزارة الدفاع انصرفوا إلى توقيع العقود وإبرامها والأمور المالية والإدارية وتناسوا قيادة القطاعات، ولذلك السيد العبيدي قال في أكثر من محفل بأنه لا يملك صلاحية تحريك القطاعات وقيادتها ووضع الخطط. لذلك ربما هناك إرادة في التحالف الوطني أو ربما مماهات بجعل وزير الدفاع أن يلتهي بالعقود، وإذا ما صار بعقود أكيد راح يصير عليه شبهات وراح يضعف، ومن ثم يلجأ إلى حضن التحالف الوطني. ولذلك وجدنا أن جميع الوزراء من عبد القادر العبيدي إلى سعدون الدليمي إلى خالد العبيدي وربما حتى يأتي بعده سيكون هو أقرب إلى التحالف الوطني ويعطي بظهره إلى ربعة. جميل. دكتور يحيى سريعا، البقاء للأقوى، من الأقوى، سليم أم العبيدي؟ لا، قبل البقاء للأقوى فقط يعني تصحيح للأستاذ أحمد الجبوري حول قضية الميليشيات. أولا الميليشيات توصيف ورد في الأمر رقم 91
لبريمر، وبالتالي هو جزء من المدونة القانونية العراقية. والأستاذ ما نعترف بالاحتلال أستاذ يحيى. لا 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 لا, 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 لا أنا أقول لك صاحب مشروع النظام السياسي العراقي. لا هسه عقب تسولف لي على بريمر. لا أنتم من وضعتم في الدستور مادة. أنا ما وضعت. أنا كل المواطن ما صوت على الدستور. لا لا أنه كل الأوامر التي جاء بها بريمر ما زالت نافذة. كل الدولة العراقية تسير الآن بأوامر بريمر، هذا أولا. الأمر الثاني أنه ما صدر من رئيس مجلس الوزراء من يعني أوامر ديوانية بإنشاء هيئة الحشد الشعبي أو بتحويلها هذه غير قانونية وغير دستورية، هي ميليشيات بموجب المادة 9 باء من الدستور العراقي، وهذه حقيقة. هذا أولا. الأمر الثاني البقاء للأقوى، لا البقاء لمن يجيد عقد الصفقات، يعني هنا لا علاقة للأقوى والأضعف، من يجيد عقد الصفقات هو الذي سيبقى. جميل. الدكتور يحيى الكويستي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. من البقاء لمن؟ سليم أم العبيدي؟ البقاء للعراق. جميل. أستاذ أحمد الجبوري أو عضو جبهة الإصلاح، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم بالله أسبوع مقبل إذا كنت محنين. استودعكم الله، في أمان الله. شكرا أستاذ.